مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد من أيامنا أيام ست الستات. والنهاردة يوم مش أي يوم، النهاردة بنحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى عاطرة بالتأكيد. وأهم حاجة النهاردة وإحنا بنتكلم عن مولد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، في لمحات في حياة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام نحب إن إحنا نفضل نفتكرها، ونحب نفضل إننا نتكلم. يعني ليه بنقول كل سنة وإحنا طيبين؟ هو الحقيقة كل سنة وإحنا طيبين بالدروس المستفادة من سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، دروس مستفادة من كل موقف عمله سيدنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني كلمة كل سنة وإحنا طيبين دي أكيد بتحمل معاني كتير، وبتحمل أمنية إننا نفضل عايشين بالذكرى العاطرة، نفضل عايشين بالأخلاق الكريمة اللي علمها لنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كمان مولد النبي النهاردة بنتكلم وإحنا في شهر أكتوبر، يعني مولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مع ملحمة نصر أكتوبر المجيد. الشهر ده يعني بنستفيد منه أكتر استفادة لو بدأنا نربط نصر مع ذكرى عزيزة علينا وهي ذكرى مولد الرسول الكريم. النهاردة يعني منورانا ومشرفانا الأستاذة دينا جدامي الداعية والواعظة بوزارة الأوقاف، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة بالصحة والسلامة، والسادة المشاهدين وكل مصر وكل الأمة العربية كلها بخير وصحة وسلامة. آمين يا رب آمين. يعني إحنا في أيام كريمة، في أيام بنحتفل بيها، الأول سر إننا بنحتفل بذكرى مولد الرسول الكريم أكيد يعني بيحمل مدلول أكتر من أننا نتكلم على حلاوة المولد، أو أن احنا نتكلم على التهاني، أو أننا حتى نتمنى لبعض أي أمنية. احنا لازم نقف في الذكرى دي ونفتكر لمحات أو مواقف من حياة رسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. نحتفل إزاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحتفل ازاي؟ دي هو ده يعني لب الموضوع الحقيقه. يعني ذكرى الرسول عليه الصلاه والسلام يعني بتطيب لها النفوس، واحنا بنحب دايما نسمع القصص، ويعني بتنشرح لها الصدور والاذان، ومش هنبطل نحكي القصص لان احنا بنحبها جدا. طيب بس احتفل بقى فعلا ازاي؟ هل هنفضل نحكي؟ بنحكي طبعا لاولادنا الصغيرين و و و، لكن أنا عايزة حاجة عملية. طيب نعمل إيه؟ إحنا فعلا محتاجين نتحلى بخلق الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني اللهم صل وسلم عليه، يعني عنده من كمال الخلق. كل الناس بيعلمهم بشر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الرسول عليه رب علمه رب العزة سبحانه وتعالى، لا ينطق عن الهوى. بالظبط كده، يعني جت الخلق كلها أكمل الخلق، الصفات كلها أكمل الصفات، وهو يعني بنقتدي بيه في كل صفاته. طيب أعمل إيه النهاردة؟ يعني غير الحكايات، فتعالوا مثلا نقول كده نتخذ يعني حل عملي. انا بحب الحاجات العمليه. ايوه، يعني لو اتفقنا مثلا ان احنا هنحاول نقتدي بخلق من خلق الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا النهارده كده كلنا قبل ما ننام نقعد كده نحاسب نفسنا، انا بتحلى ايه بخلق الرسول عليه الصلاه والسلام، وناقصني ايه علشان ابدا يعني امشي على اقتدي بكل المواقف دي. بالظبط كده، هو كان يعني حياته كلها كان خلق القران، خلقه كله القرآن، فكان خلق كله جميل. فطيب أشوف أنا إيه الخلق اللي عندي وإيه الخلق اللي مش عندي. تعالي مثلا نشوف خلق زي الحلم. ما أحوجنا إليه النهاردة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس حلما وأكثر الناس سماحة، يعني يمكن أذوه أهل الطائف ورموه بالحجارة وأدمت قدمتيه الشريفتين، لكن هو دعا لهم وقال يعني يا رب يصلح لهم حالهم، ويعني فإنهم لا يعلمون. طيب إحنا بنعمل إيه لما بنتحط في مواقف؟ هل لا إحنا عندنا مشكلة كبيرة؟ يعني ضغوط الحياة أصبحت صعبة قوي قوي، يعني مش بس أي مشكلة بتطلع أسوأ ما فينا. بالظبط كده، مش يعني ما فيش ما بيننا في العلاقات الاجتماعية تسامح،
وتصالح ونقول طيبه، يعني الطيبه دي اختفت تقريبا. اختفت يعني بناء على مشاحنات الحياه يعني يعني ومستلزمات الحياه، بقت عندنا مشكله كبيره جدا في البيت، في الشغل، في كل حاجه. طيب احنا عايزين نتحلى بالخلق ده، تعالي نشوف كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا وصيه جميله قوي، قال ايه؟ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، يعني هي نفس الكلمة لأهميتها كررها ثلاث مرات. طيب يعني إيه الفكرة في الغضب؟ لأنه الغضب أنا لما بغضب وبعلى في الغضب ببقى فريسة سهلة للشيطان، يعني سهل جدا أن هو يتملكني. يعني ممكن تلاقي كده بيت عادي آمن بسيط جدا، كلمة بس من هنا على كلمة من هنا الموضوع قام والدنيا كبرت وحصلت مشكلة كبيرة جدا ونبقى مش عارفين نحلها منين، والسبب بيكون حاجة بسيطة. طب إحنا لو نتحلى بالحلم اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا عليه ونحل مشاكلنا بهدوء هتتحل. يعني إحنا مش بنقول إنه نسيب حد ياكل حقوقنا أو أو أو، لا خالص. لكن في طرق سلمية لحل الموضوع بعيد عن المشاحنات وبعيد عن الغضب وبعيد عن ده كله. طيب في البيت ايه رأيك نبدأ بلقطات من بيت الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، يعني مع السيدة خديجة ممكن نبدأ بالعلاقة دي؟ يعني لو اتكلمنا عن علاقة بقى الرسول عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة رضي الله عنها، هي علاقة منفردة يعني يمكن ثنائي مش هيتكرر في الكون كله سبحان الله. يعني يعني هو كان يعني هي كانت بتقر عينه بحبها وبسماحتها، وهو كان بيقول رزقت حبها، وهي كمان رأت منه ما لم ترى اصلا من يعني من اي من الرجال، ولا اي حد من الرجال هيقدر يوفي اللي هو كان بيعمله صلى الله عليه وسلم، لان هو كان رجل ذو وجدان منفرد، كان له عاطفه، كان يعني لا يشغله عمله خارج البيت عن انه امرأته داخل البيت، مش بس مع السيده خديجه، برضه هنشوف ده كله في المدينه لما مع زوجاته مع حيث عاشت كل امهات المؤمنين. احنا عندنا شقين لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، الشق في مكة والشق في المدينة. في مكة هو عاش مع السيدة خديجة رضي الله عنها يعني طول الوقت، كانت منفردة، زوجة واحدة، زوجة واحدة تمام كده، وهي كانت بترعاه ويعني كانت بتقدره جدا جدا، وكانت يعني بتراه عظيما. تعالي كده نشوف موقف مواقفهم مع بعض، هنلاقيه بيطبق يعني القرآن بيقول لك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو ده كان شكل الحياة بالنسبة لهم. هنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى أقسم يعني من آياته، دي معجزة إنه اتنين يبقوا مع بعض عايشين مع بعض في بيت واحد ليهم مصالح واحدة، دي معجزة. طيب أزواجا يعني وصفها إيه؟ قال لك السكن، المودة، الرحمة، ده الثلاثة دول هنلاقيهم هنا في هذا البيت. أزواجا لتسكنوا إليها، إيه هو السكن؟ الطمأنينة، الراحة، يعني كل الهدوء، كل ده. طيب المودة اللي هو الحب الموجود بين الزوجين اللي بيلطف الحياة. طب إيه هي الرحمة؟ الرحمة بقى اللي هي بتيجي بعد الزواج اللي احنا بنسميها دلوقتي العشرة. بيقول لك ايه اتنين دول بينهم حسن عشرة، دول بهتوا على بعض، دول طبعوا على بعض، هو بيتقبل منها كل حاجة وهي بتتقبل منها، هي هما كده. فيعني كانت مثال للحياة دي. تعالي نشوف موقف الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي. يعني الموقف ده لوحده كده يدرس لمدة أعوام. هو اللهم صل وسلم عليه كان بيتعبد في غار حراء ونزل عليه الوحي. طبعا يعني هو اعتراض زي اي بشر، مشاعر القلق والخوف، وراح للسيده خديجه كان بيرتجف من دثريني دثريني، بالظبط كده، دثريني دثريني، ولجأ للسكن. عشان بس نطبق كده نمسك الايه واحده واحده. هو لجأ للسكن ليها لزوجته، ما راحش لاي حد، ما راحش لاي حد من اصدقائه، كان عنده سيدنا ابو بكر، كان عنده ممكن اي حد، لا هو راح للسكن. هي كمان كانت يعني ذو علم وحكمة، فاحتضنته واستمعت ليه كويس قوي، استمعت للموضوع. احنا يعني محتاجين نركز على موضوع الاستماع ده، نخلص بس القصة. واحتضنته ودثرته وقالت له كلمات عظيمة ثبتته بيها. قالت له ايه؟ قالت له ابشر
اول حاجه اللي هي اول صدمه كده عشان ايه يعني يقول لك ده دلوقتي يعني ده طب نفسي في علم النفس بالظبط كده ده من علم النفس اللي هو ايه طمأنينة بالظبط كده يعني حاجه عكسيه كده عشان تقدري ايه تواجهي الخوف بالظبط كده. فقالت له أبشر والله لا يخزيك الله ابدا وبدات تعدد له المحاسن الرسول عليه الصلاه والسلام بيعملها. طب هي يعني كانت عارفه كل ده يعني جمله حاجات اجتماعيه هو بيعملها لكن هي شايفاها واخده بالها منها وبتحبها فيه فعشان كده هي قادره تفتكرها. قالت له ايه؟ والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث كل دي حاجات لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يخذلك فيها يخذلك فيها ابدا بتعمل كل الحاجات الجيده اللي الواحد بيعملها في الحياه. بعد كده هو ايه ما اكتفتش بده هي كان لازم حل عملي عشان دايما بقول ايه احنا لازم عندنا حلول عمليه ايوه نفسيه وعمليه بالظبط كده. فقالت له لا احنا نروح لورقه ابن نوفل ابن عمها اللي هو العالم النصراني يعني بدات بقى رضي الله عنها وارضاها يا رب انها تاخد خطوات لزيادة الطمأنينة يعني كده. أنا كلامي طمنك طب تعالى بقى نروح لحد ممكن يفهمنا إيه اللي حصل بالظبط كده. دي مجرد لمحات النهاردة بنتكلم عنها. أنا أسفة الوقت انتهى قبل ما نكمل حتى لكن أعتقد أن اللي في القصة السريعة اللي حضرتك قلتيها هي دي خبرة حياتية إحنا نتعظ بيها كستات تمام. في التعامل كمان مع أزواجنا وطبعا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام يعني مش هنقدر نقول أن أزواجنا زي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن برضو ناخد لمحات وناخد عظة من حياة الرسول الكريم. الأستاذة دينا الجدامي الداعية والواعظة بوزارة الأوقاف بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنا متشكرة جدا وكل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة بصحة وسلامة وكل مشاهدينا طيبين يا رب وحضرتك طيبة بصحة وسلامة. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا اليوم خليكم معنا. لسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا النهارده عن الجمال مع كريم بينكي وابتدينا طبعا في الشتاء والبشره بقى بدات تتاثر شويه يوم برد يوم حر لكن للاسف في ناس كتير جدا جدا ما بتبقاش عارفه ازاي تهتم ببشرتها مش فصل الشتاء والبرد الجامد لا في الفتره الانتقاليه دي اللي هو من الجو السخن قوي اللي كنا فيه او الدافي للجو البارد كمان اهمال ترطيب البشره والتغذيه السليمة وشرب المية المناسبة أو الكميات المناسبة كل ده بيخلينا نعاني من حاجات كتير جدا مع بشرتنا. خلينا النهاردة وكالمعتاد نرحب بدكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة ميرتي فارما. برحب بيكي معانا. أهلا بيكي ازيك يا دينا. الحمد لله حبيبتي. طبعا احنا الأيام دي احنا في انتقال كده شوية يوم حر يوم برد يوم مطرة عايزة أعرف منك دكتور دينا ازاي ممكن اننا نحافظ على بشرتنا في الجو الخريفي ده. هنحافظ على بشرتنا بعدة حاجات سهلة قوي. لو هتكلم داخليا ان احنا يعني نشرب ميه كويس نبعد عن التوتر العصبي ناكل اكل فيه فيتامينز ونبعد عن السكريات ونبعد عن التدخين. خارجيا نستخدم كريم فيه ترطيب عالي جدا فيه انتي ايجينج انتي اوكسيدنت عالي في تقشير من غير اعراض جانبيه. الحقيقه الكريم اللي عمل طفره حلوه وعمل نجاح كبير ان في مكونات طبيعيه وبالكريم ده نقدر نستغنى عن كريمات كتيره جدا كنا بنحطها في اليوم اللي هو كريم بينكي. الوقت ده بيحتاج يعني تغذيه للبشره وكتير من اللي بشرتهم دهنيه بيخافوا من موضوع التغذيه ده يقول لك انا هحط كريم هيحصل لي اوت بريك او الحبوب هترجع تطلع تاني. هل كريم بينكي له علاقه بنوع البشره ولا ممكن يناسب الجافه والدهنيه مع بعض؟ فعلا يا دينا اللي قلتيه صح لان البشرات الدهنيه بتخاف جدا انها تستخدم اي كريم ممكن كريم يعمل نتيجه حلوه مع بشره جافه بشره حساسه لكن تيجي على البشره الدهنيه يعمل لها حبوب. الفكره في ايه ان احنا ازاي نقدر نصنع كريم يقدر يناسب جميع انواع البشره. كريم بينكي مناسب جدا للبشره الدهنيه وبقول لكل ست بتتفرج علينا بشرتها دهنيه ما تخافش خالص من استخدام الكريم ده. ليه؟
كريم بينكي البيز بتاعه ووتري، ميه، مش ما فيهوش الدهون اللي هتسبب لها حبوب. بلس ان احنا راعينا ان احنا يبقى فيه داخل الكريم حاجه من الاكتيف انجريدينتس، الشاي الاخضر. الشاي الاخضر من اهم المكونات اللي تقدر تسحب الدهون الزياده اللي بتسبب لي حبوب. أوكي. يمكن البشره الدهنيه افراز الدهون زياده، افراز السيبم زياده في مسامات الجلد، بتعمل بلوك، يعني بلوك بتسد المسام دي، بتسد المسام. طيب فبالتالي بيحصل حبوب. لا، انا عايزه اسحب الدهون الزياده، وده بيتحقق بمستخلص الشاي الاخضر. البشره الجافه هيبقى هايل معاه. حطينا جواه ترطيب عالي جدا زي كاكاو باتر وشيا باتر وفيتامين سي. فيتامين سي مهم قوي، عشان كل يعني اعتقد دلوقتي بنات كتير عارفه وستات ان البالانس بتاع الكولاجين بيحصل له ان هو مخزون الكولاجين بيقل شويه بعد سن ال 25 بالظبط. طيب الكولاجين مهم، من اهم البروتينات عشان تلاقي ان وشك فيه نضاره وصحه وتمنع من ظهور التجاعيد. يبقى لازم استخدم كريم بيحفز على انتاج الكولاجين الطبيعي. ازاي بيقدر كريم بينك يحفز على انتاج الكولاجين الطبيعي؟ بفيتامين سي وبماده اسمها الساليسين، الماده اللي بتقدر تقشر لي الخلايا الميته. وانس ان انا شلت الخلايا الميته والتوكسنز والسموم، انت بتحفزي خلايا طبقات الجلد السفليه انها تنتج كولاجين تاني، وتنتج تاني خلايا جديده. فانت عندك بعلبه واحده اللي هو كريم بينكي، عندي كاكاو باتر، عندي شيا باتر، عندي فيتامين سي، عندي فيتامين اي. يمكن عارفين احنا يا دينا موضوع الكبسولات فيتامين اي، ان نخرمها ونفضيها ونحط، بس ده خطر لو انا عملت ده ونزلت للشمس بجد. طبعا، لان اويل مع شمس مش حلو. كاننا بنقلي وشنا. أيوة. بنعرضه الحراره اكتر من اللازم. صح. فانا عندي فيتامين اي معالج داخل كريم بينكي، ان انا اقدر استخدم كريم بينكي وانزل الشمس بطريقه طبيعيه. فيتامين سي، فيتامين اي، احماض امينيه، شاي اخضر. عندي بقى مكونات التفتيح. ايوه، دي مهمه قوي. زي عرق السوس وتوت البر. دول بيفتحوا البشره. يعني ايه بيفتح؟ يخلي كمان في يوني تون، يعني بيبقى الوش كله تون واحد. قصه التفتيح، انا مش بقول ان البنت السمراء هتستخدم كريم بينك هتلاقي نفسها بيضة. لا مش بنقول كده. لان لا، بيفتكروا بقى ايه ده، انا سمراء هفتح بقى هبقى بيضة بياض سنو وايت بكريم بينكي. اولا مش حلو ان انا افتح على اللون الطبيعي، مش حلو ان انا استخدم كيميكال تفتحني على اللون الطبيعي. صحيح. انا بقول ان كريم بينكي هيحليكي، يعني السمراء هتبقى احلى من البيضة لو عرفت تعتني بجمالها وعرفت تبرز لونها الحقيقي. ممكن يكون السمار مكتوم من الخلايا الميتة أو باهت، لكن ده أعتقد إن هو هيدي بريق شوية للبشرة. بالظبط. وبتكلم إن هو بيفتح المناطق الداكنة في البشرة، زي النمش الزيادة، زي أثار حب الشباب، زي بقع ناتجة عن الشمس. دي بتبقى حاجة مرضية، أو الميلانين إفرازه زيادة عن اللزوم فبقع. فكريم بينكي بيوحد لون البشره، انه بيفتح البقعه دي وبيخلي يونيفاي سكن، التون واحد، اللون جميل. كله. طيب قبل ما نكمل وعايزه اتكلم على منتجات تانية كمان، عايزه اعرف احصل عليه ازاي يا دكتور دين؟ كريم بينكي عندنا حجمين، عندنا حجم ال 50 مللي وعندنا الحجم ال 100 مللي. عندنا رقم ظهر على الشاشه، ده رقم شركه ميرتي المنتجه لكريم بينكي. في اي وقت نقدر نتكلم عن طريق الرقم، المنتج بيوصل لحد باب البيت في اي محافظه في مصر. يعني حتى لو محافظه بعيده، لو بتكلم بقى على يعني الجنوب، الصعيد، كل مكان في مصر، كل مكان يوصل له، كل مكان في مصر نقدر نوصل طبعا. يعني شور. علشان اعمل الحمايه الكامله دي، دايما بيبقى عندي تخوف من نظافه البشره، ان انا انظفها بطريقه تشيل كل الشوائب. كلميني عن الصابونه كمان، صابونه بينكي. صابونه بينكي تحفه يا دينا. مش حلو ان انا استخدم، يعني ايه موضوع ان الصابونه العاديه اللي احنا عارفينها بنغسل دي ما تتحطش على الوش نهائي ايا كان نوع البشره. صح. فيها حاجات كيميائيه بتنشف، وتحسي ان وشك كانه مشدود، كانه طبله يعني. بالظبط. بالظبط. اللي هنستخدمه على بشرتنا هي صابونه بينكي، لانها صابونه طبيه معموله بزيت الزيتون، معموله بفيتامين اي، معموله بزبده شيا. عندنا خمس انواع اللي ظهر على الشاشه دلوقتي، ده اللي بالطمي المغربي، دي مكتوب عليها كلاريفاينج، يعني بتنظف المسامات، بتنقي. يبقى دي الايه؟
للبشره الدهنيه. اوكي. هتعمل اوردر او هتطلب كريم بينكي معاها دايركت دي من غير ما تفكر. اوكي. عندي كمان اللي بالعسل والشوفان، دي حلوه قوي لاصحاب البشره اصحاب البشره المختلطه. عندي كمان البرايتنينج التفتيح الزياده، ده بالليكروش اكستراكت اللي هو عرق السوس اللي بيفتح والتوت. عندي كمان يا دينا اللي بالفحم، دي تحفه هتلاقيها لونها سودا. اللي بالفحم دي تشاركول يعني ديتوكسيفيكيشن، بتذلي كل السموم والخلايا الميته من على البشره، دي مناسبه لجميع انواع البشره. دي ممكن الجافه تستعملها والدهنيه كمان. طبعا الجافه بقى كمان تستخدم دي، وتستخدم اللي بالويت جيرم اويل او بزيت جنين القمح، دي بتدي اكسترا تغذيه اكتر، هايدريشن اكتر. بالظبط. ايه ماده الترطيب اللي فيها جنين القمح؟ جنين القمح وشيا باتر. طبعا ده يعني في بروتوكول معين اقدر استخدم فيه كريم بينكي مع الصابون، او هل في مثلا ممكن قبل الميك اب ممكن اشيل بيها الميك اب ولا صابونه بينكي نقدر نزيل بيها الميك اب؟ حلوه جدا، حلوه جدا جدا، واقدر استخدمها الصبح اول ما اصحى من النوم اغسل وشي بيها واحط كريم بينكي، واقدر كمان لما ارجع من بره عايزه اغسل وشي باي حاجه حتى لو مش هحط كريم بينكي على طول استخدمي صابونه بينكي. وبالليل قبل ما تنامي عشان تحطي كريم بينكي يبقى لازم تبقى البشره نظيفه، برضو بستخدم صابونه بينكي وبحط كريم بينكي. طيب في منتجات تانية كمان لشركه ميرتي، بما اننا بنتكلم على اننا نبقى فريش وان يعني خلايا البشره تبقى نظيفه، مش بس البشره لكن كمان في منتجات خاصه بالشاور. طبعا عندنا شاور كريم اسمه ميرتي، طبعا ميرتي دي الشركه المنتجه لكل الحاجات. الشاور كريم عندنا حلو جدا لانك انت بتستحمي بحاجه فيها كريمي فيها زبده شيا فبيديكي ترطيب اعلى. الشاور كريم مليان زبده شيا ومليان فيتامين اي ومليان جل الصبار. عندنا خمس روايح حلوين جدا، كل ست تختار الريحه اللي بتحبها، عندنا بجوز الهند، عندنا بالعنبر والعود، عندنا بالفانيليا، وعندنا بالتوت. دي الشاور كريم بلس ان اتعمل بودي لوشن، ده بعد الشاور بقى عايزين نرطب جسمنا بنفس الروائح. يعني زياده تاكيد بالزبط. على الريحه. معلش في سؤال بس كده، الشاور كريم بيفرق ايه عن الشاور جل؟ الشاور جل بتطلعي من الشاور جل جسمك نظيف كل حاجه بس بيبقى ناشف. اوكي. فالشاور الكريم وبعدين دي حاجه جديده الحقيقه، انا ما شفتش في صيدليات او كوزماتيك سنترز او كده ان ما بلاقيش غير الشاور جل. شاور جل الجديد واللي انفردت بيه شركه ميرتي انها عملت شاور كريم. والتاكيد للترطيب بنحط بعده اللوشن بالزبط. بنفس الروائح. عايزين بقى كمان يبقى ريحتنا فريش كده وكده وحاجات، بنستخدم البادي سبلاش بتاع ميرتي. في بيبقى احيانا في بادي سبلاش بيبقى يعني الواحد بيقلق منه ان هو بيبقى على كحول شويه. صح. في بعض البشره الحساسه ما بتبقاش عايزه تحط حاجه مباشره على الجلد وهي فيها كحول. صح. الحلو في بادي سبلاش ميرتي ان البيز بتاعه كاموميل وجليسرين ما فيهوش الكحول. اوكي. فبيتحط اصلا بتحسي بترطيب، مش بتحسي ان في سايد افكت او حاجه ناشفه، انت بترطبي جسمك وبتخليه ريحته حلوه قوي قوي. بالنسبه للاحجام الشاور كريم يعني قلتي لي قبل كبير. كده ان 500 مللي نص يعني لتر. العيله كلها الاسره أي. كلها أي. هتاخد شاور بالشاور كريم. الشاور كريم كبيره كبيره. عايزه اعرف برضو ممكن اعمل اوردر اونلاين او بالاتصال على التليفون علشان اطلب الحاجات دي طبعا. كلها؟ طبعا احنا عندنا رقم ظاهر على الشاشه، ده رقم الشركه، فيها كل المنتجات دي في اي وقت، حتى يوم جمعه في اي يوم، يعني ما عندناش يوم اجازه اصلا، بنتكلم الكول سنتر بيعمل الاوردر بيوصل لحد باب البيت. عايزه ارجع تاني للكريم، احنا دايما متعودين يبقى فيه كريم الليل وكريم النهار. على فكره ده انا كدينا حتى شخصيا بيلخبطني جدا، وببقى دايما اقول ايه طب مش ده مرطب وده مرطب. ليه كريم بينكي اقدر استعمله للنهار ولليل؟ ايه الميزه يعني اللي بيجمعها ما بين الخاصيتين؟ كريم بينكي بتقدري تستغني عن كريم النهار والليل، لان انت عايزه حاجه ترطب بشرتك بيبقى فيها الترطيب،
عايزه فيتامينز بيبقى فيه الفيتامينز، هي كريم الدي كريم ونايت كريم بيبقى فيهم الحاجات دي. عايزه انتي اوكسيدنت، مهم قوي الانتي اوكسيدنت. انا عندي مضادات اكسده داخل كريم بينكي، عرق السوس بيشتغل از انتي اوكسيدنت، الشاي الاخضر بيشتغل از انتي اوكسيدنت، والتوت بيشتغل از انتي اوكسيدنت. عايزه ماده تعمل تقشير من غير اعراض جانبيه او تذل الخلايا الميته، عندي ماده الساليسين. عايزه الفيتامينز، عندي فيتامين اي وسي واي. فانت عندك كل المكونات اللي تقدري تستغني بيها عن الكريم النهار وكريم الليل. جميل. بمناسبة التقشير، التقشير يمكن البنات والستات بيستنوا للخريف والشتاء عشان يعملوا التقشير ده، لأن هم ضامنين إن هم مش هيطلعوا في أشعة شمس ولا على البحر والشواطئ وحاجات زي كده. إيه اللي يفرق ما بين إني أعمل تقشير بكريم بينكي في استخدامه العادي، وان انا اعمل تقشير مثلا اللي هو الكيميائي او التقشير بالليزر او التقشير عند الطبيب الجلديه؟ اللي يفرق ان كريم بينكي بتقدري تعملي تقشير، اولا مش هتحسي بالتقشير. التقشير مش هلاقي القشر ده اطلاقا، لا 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 ولا هتحبس في البيت خمس ايام من غير ميك اب، مفيش بريكوشنز معاه خالص. بالعكس، ويمكن في بعض المنتجات بتعمل نشفان لاصحاب البشره الجافه، فبطمن اصحاب البشره الجافه هي اكتر بشره بتخاف من التقشير. استخدمي كريم بينكي لان هو اوريدي فيه ترطيب عالي، يعني انت بتقشري وبترطبي في نفس آن واحد، فما تقلقيش خالص. اعرف الاثر بتاعه او تبان لي النتيجه بعد قد ايه من استخدام كريم بينكي دكتور دي؟ اكيد النضاره اون ذا سبوت، يعني انت بتستخدمي كريم مليان فيتامينات ومليان حاجات حلوه جدا فبتشوفي نضاره. لكن لو هتكلم على علاج التصبغات، اول شهر بشوف نتيجه حلوه جدا، وكل شهر لازم الاستمراريه، مهم جدا ان انا استمر، وكل شهر بشوف نتيجه احسن. ولازم اقول ان هو حلو جدا كمان للمناطق الغامقه في البرايفت اريا للجسم. يعني والله احنا كده عرفنا مجموعة يعني معلومات تفيدنا جدا جدا، خاصة بالبشرة وللجسم كمان. فما فاضلش غير ان انا اشكر دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركة ميرتي فارما. شكرا جزيلا دكتور دينا على وجودك، وبشكر حضراتكم على متابعة الفقرة دي. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا اليوم، خليكم معانا. وصلنا مع حضراتكم لفقرتنا الدائمة مع التخسيس والرشاقة مع دكتور دعاء سهيل. كل مرة في مفاجأة شكل. النهاردة معانا رحلة نجاح وإنجاز، ومعانا النهاردة يعني دكتور دعاء مستضيفالنا مدام ريهام اللي خست 20 كيلو. 20 كيلو، وكويس قوي قوي ان احنا يعني بنشوف نماذج من ارض الواقع من كل الفئات العمريه، يعني رجاله وستات، شباب وصغيرين وكبار. واحنا في ست الستات مع فقره دكتور دعاء سهيل استضفنا ناس كتير جدا من جميع الاعمار، زي ما بنقول كده شباب ولاد وبنات. والنهارده معانا مدام ريهام، عندها 47 سنه، شكلها اتغير تغير كامل، هنعرف كل التفاصيل الخاصه بتجربتها. بس كالمعتاد الاول لازم نرحب بضيفتنا دايما دكتور دعاء سهيل، دكتوراه في التغذيه العلاجيه من جامعه نيوكاسل ببريطانيا، صاحبه مبادره اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء، واول مؤسسي فكره التخسيس اونلاين في مصر، ومؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسمي. برحب بيكي معانا دكتور دعاء. يعني النهارده جايبه لنا هديه جديده مدام ريهام. برحب بحضرتك معانا مدام ريهام. ايه رايك بقى كده تبداي تحكي لي حكايتك، اتعرفتي امتى على دكتور دعاء وبداتي رحلتك امتى؟ والله الكلام ده كان من حوالي شهرين كده، كنت بتفرج على التلفزيون وكده، فلقيت الحلقه ولقيت دكتور دعاء وكده. انا اصلا اعجبت بشكلها وجسمها ده بصراحه. ده في معاكسه على الهواء. لا بجد والله دي حقيقه فعلا، انا اعجبت بشكلها وجسمها بجد، يعني فده شجعني قوي ان انا اخد الخطوه. وكنت انا بحاول برضو ان انا اعمل دايت وكده، وانا من النوع المودي شويه يعني، مع الدايت لا مش ممكن اكمل، ومع الجيم برضو رحت الجيم فتره، ومع المود المتقلب لا قعدت تاني. لكن من المنصوره مش كده؟ كنت بتقول لنا قبل ما نبدا الفقره من المنصوره. أيوة. وليكي تجارب في الدايت قبل بس كده؟ بس مع نفسي، مش مع دكاتره ولا اي حاجه، لوحدي. واتفرجت على الحلقه فبصراحه شدني الموضوع قوي، فكنت قاعده جنب ماما يومها فقلت لها بصي انا هاخد الرقم وهتواصل. و هي برضو كانت يعني مخوفاني، لا ده كلها اعلانات. قلت لها بصي انا هاخد التجربه وزي ما تيجي يعني.
فالحقيقه بصراحه اتصلت فعلى طول رد عليا دكتور اياد الشامي، ومن يومها يعني خلال الشهرين وهو بيتابع معايا على طول. بالعكس يمكن انا لما بتاخر شويه هو بيدخل يسالني الميزان وصل فين، انت اتاخرتي عننا ليه، ما بتتصليش ما بتقوليش. فبصراحه الدكتوره دعاء والناس اللي معاها بصراحه رائعين رائعين رائعين. والناس لما شافوني زمايلي في المدرسه، انا اصلا مدرسه سياحه وفنادق في المنصوره، الطالبات اللي عندي وزميلاتي لما شافوني بداوا يتواصلوا، بقيت ابعت لهم اللينك بتاع دكتور دعاء ودكتور اياد ويتواصلوا معاهم وبداوا هنتكلم كلام كتير بس والله انا ما عارفه اتكلم بعد الكلام. اولا اتعكستي على الهواء، اتعكستي ده نمبر 1. نمبر 2 خلاص دلوقتي بقيتي في موقف صعب. ليه؟ لان مفيش مراحل سنيه يا دكتور دعاء يعني بتبقى صعبه على انها تلحق نفسها وترجع في الوزن الزايد. استاذه دينا انا اقول لحضرتك حاجه، صدر. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش على الارض داء الا وخلق ليه الدواء. بلس انا ما بحبش الناس اللي بتصدر طاقه سلبيه. أيوة. للناس يعني ايا كان حالتك ايه، ايه الاسباب اللي دفعت بيك لزياده الوزن؟ يعني مدام ريهام طبخه شاطره، ست شاطره ومحبه للاكل وتحب تطبخ لاسرتها وكده، والنوع ده يعني دايما بيبقى يعني بعد شغلها هي مكانها بعد كده المطبخ. فالنوع ده محب للاكل. يعني هي ياد قال انها ست بتطبخ كويس بتحب الاكل، واحنا كشعب مصري عندنا الحب والحنان اكل. بالظبط، وقبل وبعد يعني فرق رهيب. دلوقتي بقينا بنتصور ما شاء الله ما شاء الله. هي قالت لك المصري كمان في الصوره يعني. دايما بتقولي لنا ان الستات بالتحديد ان احنا كل ما بنكبر سنة كل ما الحرق عندنا بيتأثر. هو معنى ان انا عندي 40 سنة ان انا مش جميلة؟ انا عندي 40 سنة على فكرة مبدئيا يعني. وقمر وبتعكس. ف 40 سنة دي ريعان شباب يعني الست، وده يعني زهرة عمرها. وده علميا بيقول، العلم بيقول ان من ال 30 لل 40 عملية الأيض داخل جسم الإنسان بتتضرر خلاص. دي طبيعة ربنا سبحانه وتعالى خلقها. على عكس الرجال طول العمر يقدر يخس لأن الكتلة العضلية عنده أكبر وعملية الحرق عنده مظبوط. هل ده معناه إن الست ما تخسش؟ لا أكيد هتخس. بتخس إزاي؟ بما ان هنا في مشكله في عمليه الحرق، انت بسرعه كخبير تغذيه، وانا الحمد لله دكتوراه في علم التغذيه، عارفه ايه اللي يقدر ينشط عمليه الحرق او عمليه الايض او عمليه تمثيل غذائي داخل جسم الانسان. المفروض ان انا بديها توت بيري، وده كان قائم عليه الكورس بتاع مدام ريهام، وما شاء الله عمليه الحرق عندها بقت مظبوطه جدا، وما شاء الله يعني هي يمكن في الصوره قبل تبان اكبر. يا ما شاء الله يعني الله اكبر. حتى النضاره انا شايفه بسم الله ما شاء الله نضاره في البشره. وكمان ده نظرا ل ولا دبلانه ولا مجهده ولا بركز في ده جدا، لان انا كست عارفه كويس جدا ان اول ما يتقال لي ايه مالك وشك تعبان خس هتوقف، مش عايزه اخس. لو ده حصل واتقالت لي جمله زي دي هم رغيفين عيش هرجع تاني وطبق مكرونه هيرجع هرجع تاني. ده طبعا عشان الشوكولاته. طيب انا مشكلتي يعني بالشوكولاته. مدام ريهام قالت دلوقتي جزئيه مهمه قوي في جون. ايوه شوكولاته. الشوكولاته هتعملي ايه مع مريضه الشوكولاته؟ لازم اديها نسبه من الفولينج. كنت بتحبي الشوكولاته صح؟ بعشق الشوكولاته. في ست ما بتحبش الشوكولاته غيري. انا حاطه باكو جالاكسي معايا في الشنطه. يعني معلش سوري يعني يعني انت لسه لغايه دلوقتي بتاكلي شوكولاته؟ وما اقدرش يعني انا برضو ايه ببص لها شويه وبعدين برجع اخد مكعب كده كل فتره. بس بتعملي ايه ما تاكلش كتير شوكولاته؟ ليه؟ علشان نسبه عشب الفولينج داخل كورس البيستا كان اعلى من اي كورس تاني. انا هنا عندي مشكله في الحرق وعايزه اقفل شهيه، فلازم اديها البيستا. البيستا فيه 5 مللي جرام من البسيليوم. كل مره بقول البسيليوم، عشب البسيليوم يا جماعه، العشب ده يعني ده اختراع في عالم التخسيس، لان ده اعلى انواع الفايبر، وكل الدراسات الحديثه بتقول ان المعده قادره على الاحتفاظ بيه من 12 ل 14 ساعه. ايوه انا عايزه ده، عايزه اخليها تقعد 12 14 ساعه ما تاكلش. طيب كمان انا مش عايزه مزاجها يروح للشوكولاته. أيوة. لازم انا اشوف ايه الماده العشبيه اللي ربنا خلقها لنا بتعلي معدل المزاج، بتظبط المود. ايه ده؟ أيوة عشب الفولينج، وده بيدخل في تصنيع الشوكولاته.
فالعشب ده لازم يكون بنسبه تركيز منه. طيب اديها كمان قهوه خضراء عشان عندنا دهون ثلاثيه عايزين نتخلص منها. ايوه كل ده خدم بعضه فبقت في الاخر ست اربعينيه فقدت 20 كيلو. مفيش حاجة صعبة. وقبل كده لو نتذكر مع بعض من 5 سنوات مثلا لما كانت الحاجة شبكات أيوة 69 سنة 70 سنة وربنا يديها العمر والصحة كمان وكمان عليها. يعني 70 سنة قدرنا نخسسها 40 كيلو. إذا احنا عرفنا مشكلة المريض ده إيه أو الأسباب التي دفعت بيه لزيادة الوزن وابتدينا نشتغل على النقطة دي أصبح مفيش شيء مستحيل. لما نيجي نتكلم في حالات سن الشباب أنا عارفة مشكلتهم إيه والشريحة الكبيرة منهم بياكلوا فاست فود وجانك فود وأكلهم كتير بره البيت وياكلوا في أوقات متأخرة ده غلط. فأنا عارفة إن النوع ده كده. أما أجي أتكلم من بعد الأربعين من بعد الثلاثين لسيدة أنا عارفة إن سايكولوجيا ده عندها عملية الأيض بتتضرر. لازم أكون مراعي ده. مفيش حاجة اسمها وفي طبعا إعلانات على النت مدمر الدهون فاقد مش عارفة إيه كل ده كلام فاضي مش عايزة الناس يعني في 2021 يعني لازم يصدقوا الكلام ده. لا يعني مفيش أبدا أبدا مكمل غذائي يصلح لكل الحالات الصحية وفئات العمرية. يعني سن العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين هل ده يعاني من ضغط ده قلب سكر درجة تانية كله زي بعضه كل ده يخسس ده إيه السحر ده. فده شيء مش منطقي. ولذلك أنا بقول لازم وانت بتفكر تخس لازم تدور عن أهل الشيء. الموضوع مش بيع سلعة. الموضوع مش صفحة على الانترنت صاحبها مش معروف إذا كان تخسيس أونلاين أو خس مع فلان أو دكاترة مش ده كلام. أنا يعني ولا عارفين مصادر الحاجة طبعا ولا طبعا. ولذلك نبقى فاهمين بنتعامل مع مين ومين هيفيدنا. مش معناه دعاء سهيل لأن دعاء سهيل مش أحسن دكتور في مصر. أكيد في ناس كتير جدا زي وأفضل مني. دكتور دعاء دايما بتدينا المعلومات الجميلة والدقيقة علشان كده بقى عايزة أرجع تاني. أكيد كان في حاجات يعني بتعاني منها مدام ريهام قبل ما تخسي. يعني إيه أكتر حاجة كانت مضايقاك؟ كأي ست الشكل ده نمرة واحد شكل الجسم يعني يعني أدخل مثلا محلات براندات مش عارفة اشتري الحاجة اللي عاجباني المقاس ببقى مكسوفة حتى وانا داخلة عايزة المقاس ومش وحابة الموديل ده ومش عارفة اجيبه. فدي كانت حاجة بتخليني متضايقة. كمان تقلع على جسمي يعني كمجهود طالعة السلم في المدرسة نازلة وانتي بتدرسي عندي حصص وتتكلمي. طبعا ورا بعضها فعلشان اوازن بين ده كله والبيت كمان فطبيعي ده كان ثقل عليا يعني جامد. ايوه طب يعني حد كان بيقول لك مثلا انت مليانه قوي حد يعني بيقعد هو لا يعني مش لطيفه لا بس انا يمكن ما كنتش بواجه ده قوي يعني ممكن تركيبه جسمي الناس اتعودت على الشكل. انا اقول لك لان انت من الجسم الكمثري والجسم المرسوم ده بيبقى مش عندها وزن مش منتقد يعني احنا كمان يعني في ناس يليق عليها التخن على فكره يعني في ناس بتبقى بس هي مشكلتها انا ست يعني عامله وليا شغلي وليا كاريري وشياكتي مطلوبه والشكل العام ومش عايزه ابقى مش كالعاده وزائد ان انا مش عايزه اعاني من تبعيات ما بعد السمنه. فيعني ايه الصوره دي بقى؟ كنت هنا في شيف المستقبل في الاقصر مع الطلبه بتوعي وكنت مليانه كنت جسمي مسيحه وفنادق ايوه يعني طباخه شاطره يعني ايوه طبعا. لا ده على فكرة بصراحة أنا سألتك لأن يعني مش عارفاكي في الصورة ما كانش مش عارفة هنا ما كانش مدام إيمان النهاردة ريهام النهاردة جاية لي بحزام ويعني اتضحت ملامح الجسم إن هي يعني بانت اترسم ما كانش باين. ما هو الكورس التاني كان فيه ما يعني ما ينحت القوام في مواد بتعمل ريشيبنج للجسم. طب غششينا بقى الحتة دي ودي كانت في الكورس التاني موادها إيه دي؟ ده من التوت البري ده لازم عشان اكسر الخلايا الدهنيه. ايه تاني اللي بيعمل شيبنج؟ اوراق اللوتس الكريز الكروميوم كل ده
بيعمل ريشيبنج للجسم. انا بحب يعني المريض على مراحل فقدان الوزن يبقى مبسوط بشكله. هي مكمله معانا مدام ريهام وجايه النهارده علشان انا دايما بتفاجئ في ناس انها لما تخس 40 و50 كيلو واجيبها يتقال ده عامله عمليه. لا دي راحت عملت عمليه وجايه تطلع في البرنامج. لا انا جايباها النهارده بعد شهرين، واذا احيانا ربنا واطال بينا العمر واطال بيها يا رب ان شاء الله العمر كمان شهرين برضو هتيجي علشان تبقى في هنا محطات. احنا بنعمل دوكيومنتيشن بنعمل توثيق لرحله الرشاقه عشان كمان الحلقات دي تفكرها وما ترجعش تاني. ايوه ان شاء الله. دلوقتي بقى يعني واضح ان علاقتك بالطلبه بتوعك يعني حلوه قريبه منهم. عايز اعرف كده يعني لاحظوا على طول انك جدا على طول يعني اول ما بدات ايه التعليقات اللي بقوا يدخلوا لي ماسنجر او كانت الفتره بقى اللي هي مفيش فيها دراسه وكده فبداوا يدخلوا لي بقى مستر هام هو حضرتك فعلا عند دكتور دعاء سويل قوي اقول لهم انا عند دكتور دعاء سويل كانت هي دكتوره دعاء كانوا حاطوا الصوره بتاعتي فالبنات بسرعه كانوا بيتابعوا الصفحه من خلال برضو اللي هم سالوني انا ما اقدرش احط البيشنت عندي بيفور اند افتر غير بعد ما استاذنه فلقيت مدام ريهام ست جميله ولارج كده يعني فقالت ما عنديش مشكله انها تتحط الصوره قبل وبعد يعني فلقطوها على طول فكلهم بقى طب حضرتك طب ده انت خسيتي جدا ده انت بان عليكي قوي ده مش عارفه ايه زميلاتي نفس الكلام طب ابعتي لنا اللينك بتاع دكتور حلوه قوي الطاقات الايجابيه دي ايوه بجد طموحك عايزه تخسي قد ايه كمان؟ هو انا مش فكره كام كيلو قد ما فكره جسمي شكلي نفسك في المرايه مبسوطه انك يعني تبقي مبسوطه هو ده الستايل ده اللي انا عاوزاه. اياد خبير التغذيه المتولي الحاله قال لها طب انت قالت له لا انا عايزه لما اوصل قدام المرايه ان ده الشكل اللي عاجبني ساعتها هقول لك انا هبتدي اسبق. الرضا ان انا لازم يكون في مرحله رضا في حد طوله 170 ووزنها 90 مبسوط مع ان في 20 كيلو زياده ايوه طب في حد تاني يقول لك انا عايزه ابقى 70 كيلو التناسق قصدك يا دكتور دعاء التناسق وهي تكون مبسوطه دايما انا يهمني ان البيشنت بتاعي يكون يعني انا عاجبني الشكل ده راضيه عن نفسها الرضا ان انا وده معناه ان انا خلاص ابتديت اكون خفيفه على رجلي ما تنكريش النهارده تقدري تمشي كتير عن الاول تقدري بحس ان انا خفيفه على نفسي بالظبط. طب بمناسبه الحاجات الجديده اللي بقت في حياتك بقى يا مدام ريهام قولي لي انت ايه اللي اتغير من بعد ما خسيتي يعني ايه اللي اتغير عندك بقى؟ بقيت حابه الحياه بصراحه فعلا حابه ان انا اخرج حابه ان انا البس خلاص هدومي كلها حتى اللي كانت موجوده عندي بدات اضيقها فدي حاجه مخلياني سعيده جدا بدل ما كانت السايز بتاعها اكبر لا ده انا بدات اقلل في السايز دلوقتي بدخل اي محل بشتري اللي انا عاوزاه فدي حاجه مخلياني سعيده طبعا. خلال الفتره الشهرين رحله الرشاقه خلينا نقول عليها رحله الرشاقه والجمال حرمتي نفسك من حاجه خالص؟ هل عملتي لنفسك اكل غير انا ممكن اطلع اجيب لا ما صدقاكي مش عايز اشوفها عشان ما اخدهاش منك بس يعني اتس اوكي هل بتعملي لنفسك اكل تاني غير البيت؟ هل ايه اللي في سلوكياتك الغذائيه اتغير واللي خلاكي تبقي يعني توصلي للمرحله؟ هو بصراحه الحلو مع دكتور دعاء ما حرمتنيش من حاجه باكل نفس الاكل اللي احنا باكله في البيت الفكره في الكميه يعني بدات مثلا كنت الاول بعتمد على الحلويات دلوقتي بعتمد على الفاكهه على الخضروات مثلا رغم ان انا درست تغذيه بس وقت ما بكون انا في الموقف انا باكل ايوه انا ناسيه التغذيه ناسيه التغذيه وناسيه كل حاجه يعني انا مشكلتي في الاملاح بحب جدا الاكلات الحادقه والحلويات يعني الاثنين اللي هم الصداد مع بعض الملح والسكر فهم الاثنين كانوا بالنسبه لي عشق يعني فدلوقتي لا انا ممكن حتى لو اكلت فباكل بالجزء المعقول انت حاسه ان انت مسيطره على نفسك ايوه بالظبط كده هي حاسه انها مسيطره بالكورس. استاذنكم معانا ساره على التليفون أوكي. ناخد مدام ولا انسه؟ لا مدام مدام ساره ازيك يا ساره؟ الحمد لله كويسه عامله ايه؟ ده في بيبي صح ولا انا اللي سامعه غلط؟ يا ساره مع حضرتك اهلا بيكي اتفضلي معانا دكتور دعاء سهيل اتفضلي حبيبتي احكي لنا حكايتك ايه؟ والله انا صراحه ايوه ده بيبي
الصرخه الاخيره دي كانت بيبي ولا انا هلاوي السمعيه؟ لا بيبي، عشان كده سميت كان بيبي الخط قطع. طيب ساره كلمينا تاني لو سمعينا، كلمينا تاني، وعايزين نعرف تجارب الناس، كل واحد تجربته بتختلف عن هو. انا عجبني مدام ريهام عندها شجاعه، لان في ستات كتير جدا بتتكسف تيجي مبسوطه. بصي وهي سعيده. أيوة. سعاده فائقه. أيوة. يعني فهي فعلا سبورت قوي لمن يعاني من زياده وزن. انا دلوقتي ممكن اكون انا زي ريهام، انا شفت ريهام انا مبسوطه، انا عايزه اكون زيها. عايزه افقد وزن زيها، عايزه احب الحياه زيها. ما فيش حاجه اسمها ان انا ارضى بالامر الواقع وان خلاص انا السايز بتاعي ما بقاش يلبسني فعادي هجيب الاكبر، او ان ده غلط. ان انا اصبر على ان انا اكتسب النهارده 5 كيلو وكمان يبقوا 10 ويبقوا 20 واقعد 5 سنين و10 سنين بعاني من زياده وزن، ده غلط. التخلص من الخلايا الدهنيه في بدايه نشاتها داخل جسم الانسان بيكون اسهل، لانها بتكون دهون سهله احاديه وثنائيه. لو فضلت يعني لو فضلت صبر عليها 10 سنوات اصبحت دهون مترابطه متماسكه موجوده داخل الجسم ذات العمر الطويل، بيكون في صعوبه في تفتيتها. صعوبه في تفتيتها بالنسبه لها، لكن بالنسبه لنا الحمد لله عارفين يعني كل ماده عشبيه ايه دورها وهتعمل طبعاً. ايه واذا انت سمعت مريضك كويس انت ايه الاسباب اللي دفعت بيه، لان خلينا نتفق ان خبير التغذيه ما بيكشفش على المريض بسماعه، انت بتسمع منه مجموعه من الاجابات عن مجموعه من الاسئله، بناء عن تلك الاجابات بيتم تشخيص الحاله. صح. انا علشان انجح بمريض فقدان وزنه لازم اشتغل على ثالث محاور. المحور الاول ان انا اشخص جيدا، تاني حاجه الكورس المناسب للحاله الصحيه والفئه العمريه، وثلاثه ولا تقل اهميه عن الاولى والثانيه هي المتابعه الدقيقه. طبعا دلوقتي بتشكر في اياد، فتحيه طيبه لاياد طبعا ولكل فريق على الهواء. مدام ريهام بشكرك شكرا جزيلا انك نورتينا وسعيده وجايه من المنصوره مشوار طويل. بالظبط، وانا مبسوطه باحساسها انها مبسوطه سعيده. يعني هي ادتني الفايب بتاع احساس السعاده بجد من اول لما دخلت، فبشكرك مره ثانيه. واكيد بشكر حضرتك دكتور دعاء سهيل دايما بتجيب لنا هدايا. والله هو الصح ان احنا نشكر حضرتك على اتاحتك الفرصه الدائمه لينا ان احنا نيجي. ربنا يخليك. ميرسي يا حبيبتي. بشكر مع حضراتكم دكتور دعاء سهيل، دكتوراه في التغذيه العلاجيه جامعه نيوكاسل ببريطانيا. يعني بشكرها على علمها، بشكرها على الهدايا اللي هي الضيوف اللي بتيجي بتنقل تجاربها لكل حضراتكم، وزي ما بقول كده بتدينا الفايب البوزيتيف ده، الاحساس الايجابيه. احنا هنخس، احنا هنبقى حلوين، هتفضل في رشاقه وجمال دايما. دكتور دعاء بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يخليك. وبشكر اكيد حضراتكم على متابعتنا في حلقتنا، واشوفكم يا رب الحلقه الجايه على كل خير. باي.